في تطور لافت، عرض حزب الله لهجوم لاذع في معقله بعلبك في البقاع اللبناني، حيث اتهمه وجهاء من العشائر بالفتنة. فبعلبك الهرمل كانت ملجأ لكل طالب أمان ومقصدا حضاريا وثقافيا وسياحيا وخزانا إنمائيا قبل أن يتم عسكرتها واختيارها خزانا عسكريا لميليشيا حزب الله. وينقل موقع جنوبي عن وجهاء من المنطقة ينقل أسفهم وتخوفهم من تحويل حزب الله لجبالها ووديانها إلى معسكر ومنصات صواريخ. فالقصير والقلمون وبلدات حدودية وتجاهل الطائرات الإسرائيلية وفق ما نقلت جنوبية عن أهالي المنطقة تتجول هناك من فترة إلى أخرى. ويستنكر عدد من الفعاليات عبر موقع جنوبية هيمنة حزب الله منذ أكثر من ربع قرن على المنطقة سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وإغداق الحزب الوعود التي لم ينفذ منها شيئا. هذا ويقول أحد وجهاء العشائر متوجها لحزب الله، قال إنه دمر عاداتهم وتقاليدهم وزرعوا الفتنة، وأضاف أنهم جسم غريب دخل بيئة هذه المنطقة. نستمع إلى ما قال هؤلاء الوجهاء. كسرنا، ما خلينا شيء، بدنا نعيش مع بعضنا سلام. دولة غايبة، الحرامية حبتنا والصوص، صاروا الواوية بالهرمل وبالأحزاب عم يحكموا فينا وغيرونا عاداتنا وقيمنا. أنا ما بقبل هيك، أنا بدي كرامتي اليوم، خلي عائلتي تسمع والعشائر وكل المنطقة. أنا معك يا أبو عادل، لا بأجي ولا بنطر، بدي كرامتي الليلة. نحن معك كلتنا يا أبو عادل، كلتنا معك، ضلينا بدي كرامتي. حجي كل ما صار المصلح بيقول له هيدا معك الحق وانت لك الحق وانت معك الحق، وعم تشتغل فينا الاحزاب والمفتنين. انا ما بقى اطلع من هون، بدي كرامتي، بدهم يجوا، بده يجي السيد حسن نهار، بده يجي نبيه فري على الهرميل.